الشهداء هم قادتنا المعنويون. تبحث عن الحلول بقدر ما تبحث عن مصالحها ضمن هذه المناطق، والضحية بالأول والأخير هي شعوب المنطقة بكل رمتها. لهذا رفاق راح يكون موضوع هذا موضوع أساسي. على ذلك الهجرة اللي عم تصير، قد ينظر بعض رفاق إلى هذه الهجرة أنها هجرة من أجل كسب العين. في كثير من الخفايا موجودة لا يعلنها العالم، ولكن في كثير من المحللين السياسيين عم بيحللوا أن واقع سوريا ليس بجيد، إنما تصبح أسوأ وأسوأ نتيجة. أيضا الموضوع الثاني راح يكون الهجرة وأسباب الهجرة. طبعا المؤامرة الدولية اللي صارت طبعا إلى جذور تاريخية مرتبطة بالذهنية الكورية بالذهنية التسلطية، وتأتي جذورها من السومر. ذلك المؤامرة قضت على نصف المجتمع، يعني حتى لو نظرنا إلى القاعة الموجودة نحن فيها شوفوا لحالة أجد نص، أكثر من نص مرأة وباقي رجال. يعني نحن كمجتمع والذهنية الكورية والذهنية الرأسمالية العالمية المتسلطة نصف المجتمع مشلول. معالجة طبعا أكيد تطلب كمان وضع سياسات وتغيير كثير من الشغلات لحتى تحد من الهجرة، والعمل كثير اللي يتطلب شان وضع حد للهجرة. يعني أنا بالنسبة لي يعني ما أسميها هجرة، يعني أسميها تهجير. يعني باعتبار اللي هاجروا تهجروا قسريا يعني غصبا عنهم، يعني أو اللي تم تهجيرهم من مناطقهم إلى مناطق. مهما استمريتم في المؤامرات لن تستطيعوا النيل من إرادة شعوبنا، فأصبحنا نعرف من هو أردوغان وماذا يهدف، ومن هو أوجلان وماذا يمثل من القيم وأخوة الشعوب. وسنصعد من نضالنا الديمقراطي المجتمعي، وبالأخص لنعلم جيدا، صدقوا إن نجاح الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا